السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ اكرام. البنات اللي جاوا جدد ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم انا عندي كوموند تاع تارت دانيفيرسير. هنا كيما راكم تشوفوا انا حطيت لاجينواز انا خدمتها معكم من قبل. دوك نخليكم الرابط في صندوق الوصف، ادخلوا تلقاو لاجينواز فيها خدمتها. كيما راكم تشوفوا فيها هايله وتجي اسفنجيه ورائعة وخفيفة. هنا عندي شربات مولات لا تارت، قالت لي باش نحشيها بلي فروي. هنا حشيتها بالخوخ وحشيتها بالبنان. هنا في الحشو تاعنا من بعد ما يديرونجيناش الخوخ، يعني الخوخ تاعنا ما يبقاش هكاك يابس. حكمت قطعت الخوخ وقيسته كيما جاني، درت شربات نورمال، يعني درت الخوخ تاعي مثال اذا جاني كاس درت كاس سكر مع زوج كيسان ماء، والخوخ هذاك خليته طاب مليح حتى نطرى شويه، موش حيطرى بزاف بصح حيطالي شويه باه من بعد ما يديرونجينيش. ومن بعد صفيته ونحيت الخوخ وحده، والشربات اللي بقات لي شربت بها لاطار تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا راني نشرب في الجينواز تاعي، نديرها بديت ندير المونتاج تاع لاتارت. هنا راح نشربها وباه راح نحشيها، راح نحشيها كريم شونتي. مولات لاتارت هكا بغات، هكا كوموندات، يعني قالت لي ديريها لي بلا كريم شونتي. كنت قادره نديرها بلا كريم موسلين ولا كريم ديبلومات، بصح الكوموند هكا جات بلا كريم شونتي، قلت علاه ما نصورها لكمش، راح نديرها معاكم. هنا شربوها مليح 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 باش تجيكم طريه، يعني من بعد كي تاكلوها ما تجيكمش ناشفه، تجي مشربه وتجي بزاف 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 بنينه. هنا حكمت شربتها وراح نبدا ندير كريم شونتي، ومن بعد نحط الخوخ ولا البنان، ومن بعد نزيد ندير الطبقه الثانيه ونزيد ندير لها خوخ ولا بنان كيما راكم تشوفوا، حتى نكمل كامل الطبقات اللي عندي. انا هنا نحط في لاكريم شونتي، حطيتها في لابوش ونخدم بها باش تعاونني كيما راكم تشوفوا. هنا لاكريم شونتي ديروا طبقه تكون لاباس بها، يعني ما ديروش طبقه رقيقه خلاص من بعد راح تذوب لكم، ولا ديروا طبقه لاباس بها باش من بعد تجيكم في الطبقات كي تقصوها. وهنا راني نحط في الخوخ كما راكم تشوفوا، مازال فيه شويه جو، هذاك جو اللي طاب فيه يعني تاع الشربات نورمال عادي كما راكم تشوفوا. حطيت الخوخ تاعي دوكا، راح نزيد نجيب لا جينواز دوزيام نحطها ونزيد نشربها بالشربات. هنا لا كريم شونتي باش ما تجيكمش خفيفه، يعني تجيكم مليحه طلعوها، ماشي كيما نديرو حنا نديرو في لي ديسير يخي نديرو كاس كريم شونتي مع كاس حليب بارد. هنا لا لا، انا ما نديرش كاس بكاس، ندير كاس شونتي بنص كاس باه تجيني لا كريم شونتي تاعي حاكمه روحها. ومن بعد ما سماكين نقسم الطبقه تاع لاطارت نلقاها كاينه لا كريم شونتي، على خاطر كاين بزاف لي سقساوني يقولوا لي كي نديروا طارت من بعد ونحشيوها بلا كريم شونتي، من بعد ما نلقاوش لا كريم شونتي كشغل قادر يكونوا داروها، ولا جينواز تاعهم تكون سخونه، ولا الشربات تاعهم تكون سخونه، يعني لا كريم تاعكم راح تذوب. هنا انا حطيت الطبقه الثانيه وبديت نشرب فيها بالشربات، وراح نزيد نحط كيما حطيت المره الاولى، نزيد نحط كريم شونتي ونحط البنان ونزيد الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه اختياريه، كاين اللي يشربها وكاين اللي ما يشربهاش، هنا كل وحده كيما تحب. هذه الطبقه الثانيه انا حطيت كريم شونتي، ودوك نزيد نحط البنان ونكمل بنفس الطريقه.
هكا كيما راكم تشوفوا. ودوكا نزيد ندير لا جينواز تاعي نورمالمون، هذه هي الاخرى نحطها ونشربها بشربات حتى هي. كيما قلت لكم اللي حابه تشربها اللي حابه ما تشربهاش، يعني هنا كيما تحبوا نتوما. نشربها بالشربات هكا كيما راكم تشوفوا، يعني شربت تاعي هنا كيما راكم تشوفوا قد منها. يا ربي تكون مغرفه هكا كبيره ولا شتو، يعني الكاس هذا كامل شربت به ثلاث طبقات تاع الجينواز وكفاني، يعني بقى منه شويه هكا. ونحطوها في الفريجيدر على الاقل نص ساعه، ومن بعد نجبدوها نحيوها من هذاك المول كيما راكم تشوفوا فيها، باش يعاوننا، يعني هذاك المول يعاوننا في المونتاج تاع لا طارت. خلاص بصح لي تكون موالفه ما دير لا مول لا والو. انا هنا قاعد قدامكم درت المول باش تفهموني مليح. هنا راح نزيد نغطي الوجه تاع لا طارت ونغطيها كامل ونحطها في الفريجيدر تبات. انا هنا عندي الوقت على خاطر عندي الوقت على بها حطيتها تبات. اللي ما عندهاش الوقت تحطها في الكونجيلاتور ربع ساعه ولا نص ساعه وتجبدها تزيد لها الطبقه الدوزيام. هذا مكان هنا كيما راكم تشوفوا بديت غطيت الوجه، ودوكا راني نغطي في هذوك الحواشي تاع لا طارت، يعني نغطيوها كامل. هذه كمرحله اولى لازم نديروها، هذه لازم نديروها، لازم نغطيو كامل لا طارت تاعنا بالشونتيي ولا بهدرنا لا طارت بلا كريم موسلين، لا كريم ديبلومات ولا لا كريم او بوغ، لازم نديروها. انا هنا حطيتها في الفريجيدار، حنحطها فيها بعد ما غطيتها كامله راكم تشوفوا فيها، راح نحطها في الفريجيدار تبات. كما قلت لكم انا عندي الوقت، اللي ما عندهاش الوقت ديرها نص ساعه في الكونجيلاتور وتنحيها. هنا بعد ما خليتها بارت ليله كامله كما راكم تشوفوا فيها هنايا، راح نعاود ندير لها طبقات دوزيام وندخلها الكونجيلاتور، ندخلها هكاك كيما قلت لكم ربع ساعه نص ساعه ونحيها. هنا هذه الطبقه لازم نديروها باش نغطيو مليح الوجه تاع لاطار تاعنا، يعني ما يبقاش تبان كيما راكم تشوفوا هنا تبان شفافه، يعني راح تبقى تبان لا جينواز تاعنا. انا مانيش حابه تبان لا جينواز، يعني حابه يبان السطح وحواشيها كامل يكونوا كيما اللون تاع لا كريم شونتي يكون ابيض ما يبان منه والو. هنا بعد ما كملت بلا كريم شونتي، يعني زدت درت لها لاكوش دوزيام، راح ندخلها الكونجيلاتور تبات. كيما قلت لكم عندي الوقت هنا، بعد ما خرجتها عندي لاروم تاع الكيوي وعندي لاروم تاع البنان ولاروم تاع الفراز، يعني راح نلون الشونتيي تاعي شوي شوي شوي، راح نلون شوي فيغ وشوي غوز وشويه نديرو جون باه نزين به لاطارت تاعي. وهنا عندي الكوريات هذوك الصغار ثاني باش نزين بيهم، وعندي خدمت هذو وخدمت ثاني عينين
والقرن والوزني نتاع الاثار. انا عندي هذا لادوزي راح نخدم فيها ناس اسي، وعندي هذه ما عندها لا اسم لا والو، ما على باليش وش هي ليسونس، هذه راح ندير بها هذيك الورده. هذو العينين والودنين والقرن. هنا راح نحط الشونسي تاعي اللي لونتها في لي بوش ونبدا نزين. اول حاجه راح ندير هي العينين، راح نركبهم. حاولوا ديروهم كيف كيف، يعني جايين نفس الطول ونفس العرض. وثاني كي تحطوهم حطوهم يكونوا متوازنين، يعني متوازنين، ماشي ديروا ودن عين الفوق وعين التحت ما تصلحش. ديروهم يكونوا قد قد باش يكون يبانوا باللي عينين معدولين. ومن بعد راح نبداو نديرو الوذنين. الوذنين ديروهم من النص تاع العين، النص تاع العين، وحطوا يكون لاصق فيهم الكيردون، يعني راح يدخلوا نورمال فاسيلمون. هنا نحطوا الوذنين ونزيدو نحطوا القرن، نديروه في النص تاع الوذنين ويجي بعيد شويه على الوذنين كيما راكم تشوفوا، بعدتو شويه على الوذنين هكا. ودوك نحط الشونتي تاعي، نحطها في لابوش هكا في لي بوش، ونبدا نزين. التزيين راح يكون عشوائي، نبدا نديرو في كريم. هنا كيما قلت لكم نبدا نزين بلا كريم شونتي عشوائيين. نبدا ندير الالوان يعني كامل، ونبدا نحط في اي بلاصه، وشوا نحكمو سما نحكمو جهه وحده، ماشي نبقاو نديرو من الجهات كامل هكا عشوائيا. ونحطو كريم شونتي حتى نكملو كامل الفراغات، ونهبطو شويه من الحاشيه اللي جايه على الكوتي دي من هي هكا، ونزينوها حتى نكملو التزيين تاعنا. يعني ساهل، ما فيه لا تعب لا والو. هنا بعد ما كملت لاطار تاعي هكا كانت التزيين تاعها، ان شاء الله تكون عجبتكم وديروها وتفرحوا بها ولادكم و في عيد ميلادهم. ولا هذه هي لاطار تاع اليوم، سهله ما فيها والو، اي وحده تقدر ديرها. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتشاركوني تجربه تاعكم في جروب فيسبوك، نخليه لكم في صندوق الوصف. ما تنساوش الجام وكومونتير وبارطاج الفيديو اذا عجبكم، شاركوه مع حباباتكم وصحاباتكم فيسبوك. ولا انا نخليكم في الوصفه الجايه ان شاء الله.